عظمه الامم تقاتل مدى احترامها للاحكام القضائيه ومدى احترامها للاحكام الدستوريه بصفه خاصه، لان هذه الاحكام هي التي تحكم الدستور المعبر عن اراده الامم. الامم صارت من ارادتها وضعتها الدستور كان الاحكام الدستوريه بتنقي القوانين من الشواهد التي تعطل عمل هذه الدستور. وإن اللي لها سلف المشرع المصري في المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية 49 48 لسنة 79 المادة 48 من قانون 48 لسنة 79 والمادة 49 قال لي إيه فيهم المشرع المصري؟ أحكام المحكمة الدستورية النهائية غير قابلة للطعن في 48 49 أحكام المحكمة الدستورية مقدمة لكافة سلطات الدولة وكافة الهيئات. المشرع هنا لم يستعمل لفظ ان احكام المحكمه الدستوريه لها حجيه الامر النقضي، ولم يستعمل لفظ ان احكام المحكمه الدستوريه لها قوه الامر النقضي ده، لانه لو استعمل لفظ ان لها حجيه الامر النقضي ده هتنصح هذه الاحكام قبل ان تطعن فيها بالطرق العاديه ولو استعمل لفظ لها قوه الامر النقضي ده هتصبح قبل ان تطعن فيها بالطرق غير العاديه اللي هي التماس وعقد النقض. يبقى عشان من اجل ان يحصلنا على المشرع من كافه الطهور استعمل نفس المحكم في جدا احكام المحكمه الاهليه احكام المحكمه دي احكام المحكمه دي اتفضل. قالت ايه المحكمه الدستوريه مع دي في قطاع 28 لسنه 17 17 الصادر بجلسه 12 95 قضيه 28 لسنه 17 قضيه دستوريه جلسة 2/12/95 قالت إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان متهم أو مشتبه فيه ولا يلتحق هذا الأصل عنه. وأصل البراءة الامتهان الجنائي، وأن أصل البراءة لا يستمد ولا يفترض من خلال تشريعات انما من خلال الفطره التي فطر الله الانسان عليها وما جبله عليها انه وانه لا يجوز، مهمه بقى في الحكم، لا يجوز تجريم فعل اي انسان دون ان ياتي سلوكا مجرما مخالفا للقانون عن اراده حره واختيار واعي، ومن ثم يكون مقصودا، لانه لو جرم عمل انسان دون ان يقتئس على القوانين فان بذلك تعدى على مبدا الحريه الشخصيه التي كفلها الدستور. وانتهت في قضاياها مع عليكم الى عهد جمهوري في النص القانوني وكان نص الماده 18 من قانون غش الارضيه 10/66 اللي كان بيفترض العلم بالغش لكل مشتغل في التجاره. طالما انت بتشتغل في التجاره يبقى العلم بالغش انت حقك مفترض، اذا كان قتل النيه وعمل حكومه المخالفه المحكمة الدستورية قالت لا، مفيش حاجة اسمها مجرد عمل إنسان لم يرتكب سلوك مادي ولم يأتي بروح مادي ولم يأتي بروح مخالفة للقوانين. طب النهاردة ما عليكم الملاءة للمتهم بأحوال المادة